رمضان كريم، الله أكرم. النهاردة في ملعب البلد عادات وتقاليد رمضان، وكمان معانا ملعب جديد، ملعب كرة السلة. ضيفي وضيفكم النهاردة النجم الكبير الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة. رمضان كريم يا دكتور مجدي. رمضان كريم علينا وعليك يا رب إن شاء الله. تصويبة بقى مني ولا منك؟ لا منك. مننا؟ أوكي. كمان أخش أنا بقى؟ لا أنا وأنت. لا. عدنا لكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين، وحلقتنا النهاردة من ملعب البلد، وضيفنا زي ما طبعا حضراتكم عارفين وشفنا مع بعض في ملعب كرة السلة هو واحد من رموز كرة السلة في مصر، وهو رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد العربي أيضا لكرة السلة، القيمة والقامة الكبيرة الأستاذ الدكتور مجدي أبو فريخة، صديقي العزيز. كل سنة حضرتك طيب يا دكتور مجدي. حضرتك طيب يا رب، وأهلا بيك ومنور الدنيا. بس لسه برضو إيدك في الباسكت زي ما شفنا في الملعب. لا ما أنا موجود. أساسي موجود. دايما طبعا. ربنا يخليك. ببقى سعيد جدا. النهاردة الطبيعة مختلفة بعض الشيء في رمضان زي ما حضرتك عارف، بنلمس على الرياضة حاجات بسيطة يعني، برضو لازم أزنقك في كام سؤال كده برضو يهم الرأي العام. لكن حبدأ وإحنا قدامنا على الفطار وإحنا بنسجل دلوقتي في حدود ساعة أو ساعتين، طقوسك وعاداتك في رمضان. هو يعني غالبية الأيام شغل الصبح بترجع شوية كده، وبعدين قبل الفطار لازم أنزل أنزل بقى أمشي في التراك، أجري، ألعب، أعمل، أو أخرج حتى أعمل أي حاجة، وأرجع على الفطار أفطر وأقعد بقى. تحب تقعد في البيت قبل الفطار؟ لا لا، فترة قبل الفطار بحب أبقى بره، بيبقى الجو جميل جدا، خصوصا الأيام دي الجو حلو قوي يعني، فما بتخرج بقى وكده وبتغير جو بقى ما بتساعدش بقى في البيت كده مثلا على الاسوس التمر هندي تقعد انت تتوضى بالعصا بجيب لهم بقى انا يعني بتجيب من بقى ما بتعملش في البيت؟ لا ما بعملش. ده انا لازم انا اقعد اعمل رغوه العرقسوس لان انا من عشاق هو دايما عليه، كل واحده يبقى ليه يعني طقوس معينه. الله يرحمه الوالد بقى اللي كان دايما يحب يعمل لنا. عاوز ارجع بقى عاوز ارجع للاسره والوالد واخواتك. افتكر رمضان زمان كان عامل ازاي؟ لا لا كان مختلف تماما يعني. طبعا الله يرحمهم الوالد والوالدة، يعني كان ليهم بقى طقوس بقى في اللمة وفي القعدة وفي تجميع العيلة كلها، مش الأسرة بقى، لا العيلة نفسها كله كان يفطر مع بعض. كان بتبقى جميلة جدا يعني، وكان الوالد دايما يحب هو اللي يعمل حاجة. كان بيتنا بيت بجنينة بقى كده، كان يحب بيبقى زارع برضه حاجات جرجي ومش عارف ايه، حاجات يحب ينزل يجيبها يعملها. كان لك طقوس ذكريات جميلة قوي يعني. كنت بتساعدوه؟ كان لممنا حواليه، انت عارف ايه يعني، الله يرحمه كان صاحبنا، ما كانش رحمه الله. فكان لممنا بقى حواليه، نحب نقعد معاه ونلعب طاوله معاه ونلعب كوتشينه ونلعب دونو. كان لا كنا صديق وصاحب، صديق وصاحب وكل حاجه. الله يرحمه ويحسن ليا. انت بقى وشقيقك وصديقي العزيز اكسلانس محمد ابو فريخ، ذكرياتكم مع بعض في رمضان كانت ازاي؟ كانت ما هو جزء من الكل يعني اللي احنا بنحكي فيه، بس هو يمكن محمد عشان فرق بيني وبينه سنة واحدة، فيعني نعتبر زي التوأم يعني. فتلاقي اصحابه مع اصحابي مع الدنيا مع كده، ما محبينك كتير. انا عارف احنا قاعدين في النادي في طنطا، فمحبينك كتير. ربنا يزيد يا رب. اللهم امين. فلا كان دايما نخرج مع بعضه، ولحد دلوقتي يعني نخرج مع بعض، واصحابنا اصحاب بعضه، ونيجي ونقعد في النادي ونخرج يعني. اول فانوس جالك كان تفتكر؟ لا ولا مالكش في الفوانيس؟ لا كان في فوانيس بقى، ورق بقى وبتاع وحاجات كده كنا نقعد نعملها بقى. كان بيقعد يتعمل. لا لا كان، بس احنا من واحنا صغيرين كان يعني لازم يبقى في فانوس. عف طقوس رمضان بقى، لازم تعلق على البيت فانوس، لازم تعمل الزينه. عايزك ترجع لايام الشقاوه بقى دي كلها، موقف بقى عمرك ما تنساه وانت صغير وانت بتعلق الزينه. عاوزك ترجع لي كده بالذكريات الجميله دي. سيبنا بقى اخلع عبية رئيس الاتحاد، ما حدش سمعنا خالص. ربنا يخليك. اللي ما حدش سمعنا خالص ولا حد شايف ولا حد هيقول.
ولا حد هيقول. ولا هقول لك ما وقعت على السلم وانا بعلق البتاع. ايوه ما انا عاوز اسمع بقى. انا عاوز ارجع لدي. كان الزينه بقى واحنا بنتعلقها وكده. فانا يعني عارف ايه؟ طول ما انت صغير عايز تعمل كل حاجه بقى وبتاع وكده وشقاوه وبتاع وكده، رحت جايب السلم وتب حاطط وطالع راح السلم. محدش بيساعدك مع نفسك. ما انا مش عايز حد يشوفني اصلا. بتعمل مفاجاه بس. فلا وقعت. فوقعت بقى بس. فدي طبعا دب ايه في ايه قبل الفطار. فجاي بقى لقونا انا بقى، فالحمد لله بس ما حصلش حاجه. الحمد لله اللي عدت على خير. الحمد لله. تحب تسمع مين من المشايخ كده في رمضان يرجعك للذكريات؟ نقشبندي ده اساسي طبعا. مدينه طنطا مرتبطه بيه. عايش له اقامته في طنطا. لا مش حته طنطا والله يا دكتور ايهاب. لا يعني عارف ده سلطان. سلطان المنشدين. بحب اسمع قران محمد رفعت قوي. الشيخ رفعت حببني، بيحسسك في رمضان. حتى ما تسمعه وانت قبل الفطار كده وانت مروح وتسمع. بيرجعك الحنين لزمان بكل تاكيد. اختلف رمضان زمان عن دلوقتي دكتور مجدي؟ هو يعني الدنيا كلها اختلفت. واخد بالك يعني لمه الاسر الكلام ده كله اختلف كتير جدا. اصبح في عزايم واصحاب وبتاع وكده، لكن الاسره نفسها ما عادتش زي الاول. يعني ارتباط الاسره ما عادش زي الاول. يعني حتى العزايم اللي احنا بنتكلم عليها دي، ما دي واخده من الاسره. يعني انا لما بطلع انا مش موجود في البيت. ابني رايح مع اصحابه مش موجود. هكذا دي برضه فرقت شويه. لكن زمان كان الاسر اكتر من العزايم اللي هي او المجموعات اللي هي بتحصل دلوقتي. يعني حتى الولاد دلوقتي ما بيتذوقوش رمضان زي ما احنا كنا بنتذوقه زمان. اختلفت. لا خالص لا خالص. مش يعني عارف، كان رمضان بيبقى هدوء وسكينه كده. كان بيبقى جميل. اقصى حاجه فيها كنت بتبقى مستني الفوازير بتاعت رمضان. نيلي وبعدها شرهان وسمير غانم النجوم الكبار. واخد بالك. دلوقتي لا، هيصه. السوشيال ميديا غيرت خالص. السوشيال ميديا بوظت حاجات كتير. زي ما هي فادت برضه يعني في انتشار حاجات وكده وشغل، لكن بوظت حاجات كتير. بوظت حاجات كتير قوي. بوظت اخلاقيات قبل اي حاجه. لان كل واحد اللي هو مش قادر يكلم الدكتور ايهاب، واخد بالك، هو داخل على الفيس شاتم، مش مكلمه بقى لا شاتم. لا غيرت. انا يعني بتضايقني قوي ساعات، وبحس ان يعني بتزعل من النقد. بس لا 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 لا، النقد لكن لا. من التطاول. التطاول اللي ما يناسبش اخلاقياتنا. بالظبط كده. انت اي واحد في اي حته دلوقتي، بص تلاقي واحد داخل يشتمه. تشتمه بناء على ايه؟ انت اللي تعرف ظروف ايه ولا مواضيع ايه ولا اي حاجه. وبعدين بقى في برضه حاجات ممنهجه. يعني ايه؟ يلا نخش على الدكتور ايهاب، نخش على الدكتور ايهاب. القرار ده ما عجبش جماهير كذا. عليه. ما عجبش عليه. مش انا بس، انا مش بتكلم على مجدي وفخري، لا. انا بتكلم على المنظومه العامه، سياسيه، رياضيه، كل حاجه. كل اللي بيتعرض للعمل العام عموما. اي عمل عام. واخد بالك؟ وحتى مش العمل العام، حتى في يعني في الوظائف نفسها. يعني مثلا وكيل وزاره كذا، ده مش عمل عام، ده راجل وظيفته. محافظ كذا. ناس تطول. لا يعني في حاجه يا جماعه اسمها ادبيات اتربينا عليها. ما ينفعش. وبس هتلاقي كل او 90% من دول يعني مش قادرين يعملوا حاجه. فبيخشوا بقى على اسهل حاجه على الموبايل. اسهل حاجه. صح. تك تك. اشتمني شتمتين للاسف الشديد. يعني للاسف. للاسف. بس ايه المكان في طنطا اللي دايما يفكرك برمضان وتحب تروحه من وقت للتاني؟ طبعا السيد البدوي ده اساسي طبعا. اكيد. وحوالين السيد البدوي وعاداتها وجمالها لا بحب اروح هناك. طبعا بحب انزل المنطقه هناك وامشي فيها. الجميله الشعبيه الدينيه. التراث الديني. التراث الديني ومعقل طنطا بقى. والناس القديمه بتاعت زمان بقى، والحمص والحلاوه. طيب بمناسبه السيد البدوي والحمص والحلاوه، تعالوا نشوف مع بعض تقرير مع زميلنا مصطفى الراسخ من امام مسجد سيدي احمد البدوي والتراث الديني اللي موجود والجو المشحون بروحانيات رمضان. اطلع اشوف التقرير ده وارجع اكمل حلقتنا النهارده من ملعب البلد مع الدكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله.
احنا في حلقه رياضيه من ملعب البلد على شاشه صدى البلد من مدينه طنطا مدينه شيخ العرب وتحديدا من امام مسجد السيد البدوي. والحقيقه من محيط منطقه السيد البدوي المنطقه التجاريه الاولى في وسط الدلتا بالكامل الحقيقه اللي مشهوره بالحمص والحلاوه ومدد يا سيدنا الشيخ العرب. اكيد معانا عم مجدي اشهر واحد بيعمل قطايف وكنافه النهارده واحنا في شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين عم مجدي. الاول يعني عايز اقول لك كل سنه وانت طيب. طيب يا باشا. قول لي بقى عرفنا على نفسك كده وبتشتغل في موضوع الكنافه والقطايف ده بقى لك كام سنه؟ لا بقى لنا وانا عندي 18 سنه. 18 سنه؟ انا عندي 63 سنه. بسم الله ما شاء الله العمر كله. قول لي بقى يعني الناس بتيجي في اقبال على شراء القطايف والكنافه كل يوم؟ كل سنه كتير. الزبائن بتاعتنا معروفه. احنا كنا فارشين تحت في المديريه فزبوننا كله جه هنا يعني. الزبون كله عارف المكان. هنا كنافه باللبن وقطايف باللبن. كل حاجه نظيفه عندنا يعني. هو كل الاسعار غاليه يا عم مجدي؟ لا اسعار غاليه يعني بنبيع ب 18 والعصافير ب 20 وهي دي شغلتنا اصلا في رمضان غير حمص وحلاوه يعني. انا شغلتنا حمص وحلاوه بس احنا في رمضان لازم الكنافه ديت كل سنه على كده. دي مكان الكنافه شاميه؟ لا دي شاميه يعني في صناعتها شاميه الصناعه بتاعتها شاميه. المكنه دي عمرها قد ايه؟ يعني مثلا لسه عارفينها احنا في مصر من كام سنه؟ لا ديت حضرتك من ايام لا ديت اللي بحوالي معدل حوالي بتاع 20 سنه. دخل العجينه من فوق من على العجينه تشاور لي كده واشرح لي الآل. حضرتك العجين بيتجاب من جوه من العجينه من جوه من قلب المطبخ دوت بيجي لي بيجي لي لحد هنا. واخد بالك انت وبيعمل بيشيل من قدامك بيحط بيهوي زي ما انت شايف حضرتك. انا في زبون بيبقى نازل يشتري هدوم العيد يشتري حاجته في رمضان والكلام دوت فبيبقى معدي بيقول اخد الحمص بالمره. انما في الايام العاديه بيبقى عليه اقبال بيبقى الزبون نازل هنا يزور السيد البدوي عشان الحمص وبياخد الحمص والحلاوه وحاجته معاه. شغالين انتوا في الحمص بقالكم كام سنه؟ احكي لي تاريخك كده وعايزك تلف شويه كده. يوم ما وعينا على الدنيا واحنا نعرف الحمص وهو يعرفنا فطلعنا لقينا نفسنا بتاع حمص. بيجيلكم زباين منين بقى؟ قول لي يمكن فاكر زباين يعني مهمين بيجوا لك محافظات ايه؟ من جميع انحاء الجمهوريه. يعني الصعيد دي الفئه الاولى. الفئه الثانيه القليوبيه دول من عشاء السيد البدوي والحمص والحلاوه دول اهم من اسعار. والشرقاوية الحمص اكبر ويه اسعاره غالي ولا لا؟ متوسط متوسط وانواع وانواع. ده حمص بلدي بلدي ده بيعمل 18 جنيه الكيلو في لحد 38 و40. عدنا اليكم مرة ثانية اعزائي المشاهدين، شفتوا الجو الجميل وشفتوا السيدة احمد البدوي زي ما بنشوف ستنا السيدة نفيسة، سيدنا الحسين، ستنا السيدة زينب، الروحانيات الجميلة والجو الصوفي الرائع والمحيط الجو المحيط بهذه الأماكن بيبقى بصراحة يحطك في رمضان مباشرة. أرجع برضو للدكتور مجدي لحضرتك مرة ثانية، عاوز أتكلم عن حاجة مهمة للغاية. الأحداث الأخيرة برضو لازم ألمس الرياضة شوية في كرة السلة واللي كانت أثيرت بعد إلغاء مباراة الأهلي والزمالك. وحضرتك كنت طلعت قرار باعتبار الأهلي فايز في المباراة وهزيمة الزمالك لوجود جماهير. على الرغم من كده كانت في العديد من المباريات رغم إن في قرار بعدم حضور الجماهير كانت فيها الجماهير عادي. إيه الفرق ما بين الاتنين؟ الفرق ما بين الاتنين إن إحنا أصلاً هو ما فيش جماهير. الجماهير الوحيدة اللي حصلت في ماتش زمالك سموحة يوم 20/3 وتاني ماتش اللي هو ماتش الاهلي. غير كده مش جماهير، غير كده اسره الباسكت. واحنا كل من اول السنه اتكلمنا وقلنا اللعب دون جماهير ده قرار دوله مش قرار اتحاد سله. اللعب دون جماهير، طب بنلعب بدون جماهير، طب دخل الدكتور ايهاب هو اصلا لعيب وممثل منتخب مصر، طب دخل اسره اللاعب فلان الفلاني. والناس كلها ارتضت وماشيه كده وانا سكت والدنيا ماشيه والصاله فيها حياه زي ما بنقول. انا برضه مش عايز اموتها زي ما ميت دلوقتي وساكتين والدنيا ماشيه كده. لما دخل جماهير ماتش سموحه وشتم سموحه وتعدوا على الجهاز الفني والاداري وهم قاعدين وعلى اللعيبه وتوقفت الماتش اكتر من نص ساعه لحد ما طلعوا وبرضه ما طلعوش بره الصاله. احنا الناحيه الثانيه وبعد الماتش نزلوا حاولوا يترجموا عليهم ولعيبه الزمالك والجهاز الفني اللي وقفوا في الصاله حجزوا. عايز اخلي بال حضرتك ده ماتش كان الزمالك كسبان. لو كان سموحه اللي كسب والحاجه دي حصلت كان ممكن يحصل مجزره في الصاله لان لعيبه الزمالك ما كانتش حاسه وهي خسرانه.
يعني كان في جماهير حضرت المباراه دي تمام. ما هو ده اللي خدنا عليه القرار. من بعديها اكدنا على عدم حضور بقى اي حد. كان في بعدها كان في مباراه الاتحاد السكندري والزمالك. في جماهير؟ لا، المدرب جه طلع بتاع الزمالك قال له انا موافق ما طلعش حد. وكان في فرقه الزمالك 20 سنه كانت بتلعب في اسكندريه وقعدت تتفرج واتفقوا على كده. يعني كان في اتفاق ما بين الاثنين وماضي يعني توقيع على صحيفه تسجيل بالموافقه عشان ما حدش ما هو برضه في حاجات بتبقى غصب عنك. يعني الفرقتين موافقين والدنيا وماضيين وستيبل الدنيا. مش هاجي انا ادي تليفون اقول لهم لا طلعوهم. واخد بالك؟ لا، المراقب وقف قال لهم قال الناس كلها اطلع بره. قال لك لا خليهم واحنا موافقين على كده. امضي يا عم، امضي يا عم. يا جماعه دي رياضه، واخد بالك؟ يعني احنا بنحمي حاجه ما تعملش مشكله. يعني ما كانش السبب غوت شيكابالا زي ما لا خالص. جماهير يا دكتور ايهاب في التلفزيون ساعه ونص عشان المراقب يطلع الجماهير، وبرضه ما طلعوش كلهم، وناس في الممرات وكده. ساعه ونص، من 6 ل 7 ونص. يعني الراجل يعمل ايه يعني؟ غياب الجماهير ده هيطور يا دكتور مجدي. ماتوا في الملعب. غياب الجماهير ده هيطور. قرار دوله. انا عايز ارجعه بكره الصبح. وانا ارجعه في الباسكت ومسؤول وحاسب النادي. واقول للنادي احاسب. صراحة لك مواقف يعني انت في ظل الثوره النشاط الوحيد اللي رجعوا لعب كان الباسكت. لكن ان انا ارجعه على مسؤوليته بقى والدوله تقول لا يعني انا موافق ان النشاط الجمهور يرجع ويرجع باعداد ونزيد. والنادي ما هو الجمهور ده جمهور نادي. ان الجمهور اللي يعمل حاجه النادي يتعاقب، واخد بالك؟ ويتمنع جماهير ويتنقل ماتشات ويتحاسب. والنادي اللي مش عايز او مش قادر يعني يدافع عن كيانه يقول لك هلعب من غير جماهير. وانا موافقين بصراحه. المسابقه بقت مشتعله وحاجه جميله جدا. ما هو حرام بقى، حرام الاشتعال ده يا دكتور ايهاب. انا زعلان والله. انا الناس فاكره انا فرحان ان مفيش جماهير. اقسم بالله انا صوت الكوره لما بيرن في الصاله وبسمعه لوحده كده بزعل. صوت الجمهور حياه، واخد بالك؟ انتوا اللي وصلتونا لكده، واخد بالك؟ تمام. والمسابقه يعني مستوى ما شاء الله عالي جدا، يعني اعلى. خلاص دخلنا في منافسات افريقيا وعرب، دي اعلى حاجه الحمد لله. والدنيا كلها بتتكلم على الباسكت في مصر. فما جيش انا يعني ابوظ. انا معاك في الموضوع. تفتكر مره فطرت خارج مصر في مهمه رسميه في الباسكت او حاجه في رمضان؟ لا. لا، المره الوحيده اللي انا ما بسافرش في رمضان، ما بحبش السفر بره مصر في رمضان. غير السعوديه في المدينه المنوره. في المدينه فتره لا انا بتكلم انا كعمل. على الفتره لا كنت مقيم في المدينه وعايش فيها الحمد لله فتره كبيره من عمري، ودي اللي كنت بفطر. لكن انا بتكلم على سفريات عمل. هي سفريه واحده كان بدعوه خاصه في البحرين من الشيخ رئيس الاتحاد البحريني، وكان المنتخب هناك وطلب ان انا اروح. وكلمني قال لي انا مستنيك ولازم تيجي، فما قدرتش. كانت دي تلبيه لدعوه يعني تمام. بس حريص دايما ان انت واصحابك من ايام المدرسه وايام الحته واحنا صغيرين تتقابلوا وتفطروا مع بعض لغايه دلوقتي. دي موجود ده اساسي موجود. طبعا. نطلع فاصل ونشوف التقرير ده مع الدكتور مجدي وضيوفه واصحابه من ايام زمان ونسترجع ذكريات. طبعا طبعا هتسالوني عن التجمع زي ما قلت لكم قبل الفاصل. دكتور مجدي ابو فريخه، اصدقائه، جيرانه، احبائه اللي كانوا مع بعض في المدرسه، اللي كانوا مع بعض في الحته، هو ده اللي احنا بنقول عليه في مصر الترابط، التناغم، الانسجام. ربنا يديم المحبه دايما ما بين الجميع. النهارده دكتور مجدي بالمصادفه عازم المجموعه، مش عارف بقى هو اللي عازم ولا معزوم، ايا كان لكن هو اللي عازم. ده التجمع الجميل يعني. كل سنه وانتم طيبين يا دكتور مجدي، وعادة ما تتقطع دايما يا رب. يا رب. انا حسيبك انت اللي تدير الحوار خارج النطاق، واصحابك ترحب بيهم وتعرف الدنيا ماشيه ازاي. لا انا لازم انت اللي تديه، ما ينفعش حد يدي حوار وانت موجود. انا بس بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم. ده تجمع سنوي الحمد لله، ربنا يديم عليه نعمه. بس النهارده في ذكرى جميله لاخونا الحبيب طارق خليفه، اللي هو عيد ميلاده النهارده،
عيد ميلاده الأربعين 40 40 لا هنقول 50 و 120 شهر عشان الدنيا تمشي. واخد بالك؟ كل سنه هو طيب طبعا وكل سنه طيب عشان عيد ميلادك انت كمان يا دكتور. وهي جت دي في دي بقى فجت جميله. والصدفه الاجمل انك انت جه الحوار بتاعك مع نفس اليوم ده. دي صدفه متعودين سنويا والله ده صدفه يا جماعه، ما هو مترتب ولا اي حاجه، هي جت صدفه كده مع بعض. ودي اجمل حاجه في اليوم وجودك مع الاحتفال الجميل. طيب كل واحد هيعرف نفسه كل بعد اذنكم طبعا. طيبين اه وانتم طيبين طبعا. كل سنه وحضرتك طيب. طيب ودايما يعني حرصكم ان انتم تبقوا موجودين في يوم زي ده. حرصنا على طول ان احنا بنكون موجودين مع بعض دايما طول السنه، ودايما بنتجمع يوم في رمضان نفطر مع بعضينا نعيد الذكريات القديمه. لكن احنا مع بعض على طول. ده فريق 2007 2007 هم دايما بيقولوا نادي الستين. انا بقول لهم مفيش ستين. انا برضو احساس معكم برضو كل واحد يعرف نفسه برضو عشان ايه نبقى قدام المشاهدين برضو. عرف نفسك عبد الفتاح الباهي. كل سنه وحضرتك طيب. اتفضل يا استاذ محمد. واحد يعني لا يعني حضرتك امسك المايك يا محمد بيه بعد اذنك يعني عشان عندنا افطار هتقول لنا كلمه. مش فاضي. محمد افريقه طبعا شقيق الاكبر للدكتور مجدي ابو افريقه طبعا وحبيب الكل. اهلا وسهلا بيكم، مشرفين الدنيا كلها، مشرفين نادي طنطا. تجميعة إيه جميلة. مش عشان الفطار ولا ايه؟ اه مش ساعة. انت مش معزوم؟ لا بجد لا ما عزمونيش بره. لا ده انا اروح. ده ينفع؟ ما اعرفوش اصلا. مش من اصحابك؟ كل سنة وانت طيب. كل سنة وسلامة وبخير ودايما. اتفضل يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب وبخير. اتفضل بينا باشا و كابتن يحيى السيد. كابتن يحيى طبعا ربنا يخليك حبيبي. غني عن التعريف. وطبعا بشكر الدكتور مجدي رئيس حرب مصر كرة السلة والاستاذ محمد ابو فريخة امين الصندوق وقائد مجلس ادارة نادي طنطا. وطبعا سعداء بكل المجموعه الموجوده معانا الحمد لله رب العالمين. وربنا دايما يكملنا على خير يا رب. دايما يا رب يا رب. اتفضل يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب وبخير. صباح السلام عليكم. الله يكفيك. هشام الشرقاوي. يعني احنا مبسوطين جدا بالتجمع الجميل ده بكذا مناسبه بمناسبه شهر رمضان الكريم وفي وجود الدكتور مجدي وبعيد ميلاد الاخ الكريم طارق خليفه. كل سنه وانت طيب. واحنا سعداء. بس مش شايف تورتايه ولا حاجه انتوا عاملينها هناك. لا مش بعتها مع بتاعتك. يعني مع بتاعتي. مع بتاعتك بعتها. الدكتور مجدي بيبعتها لي بس كده على السوشيال ميديا. كل سنه وحضرتك طيب. السلام عليكم اشرف خليفه. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب يا استاذ. ربنا يجمعها معنا كده على طول ودايما كده في عيد ميلاد طارق اساس ومجدي بيه. ربنا يجمعنا على خير كل سنه. كل سنه وحضرتك طيب وبخير. اتفضل يا فندم. احمد الديب. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه ودايما نشوفكم بخير. الرفاق القدامى والدكتور مجدي يعني بسم ما شاء الله مجمع هو الاستاذ طارق خليفه او الحاج طارق خليفه حبيب العمر وربنا يكرمنا ودايما نتجمع في الخير وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب وخير يا فندم. السلام عليكم. عاطف البنهاوي. رمضان كريم وربنا يعود علينا كلنا بخير وسعاده ونكون متجمعين دايما في خير ان شاء الله. دايما عاطف كل سنه وانتم طيبين. طارق بيه 20/4 يوم العظماء. 20/4 ده يوم عيد نادي العظماء. ايوه احنا بمجموعه من ابتدائي موجودين كلنا. كلنا 20/4 لا مش كلنا 20/4 احنا كلنا كلهم فوق ال 60 ما عدا انا. انا اول يعني انا دلوقتي دخلت 60 النهارده. يا جماعه لو سمحتوا انا الحقيقه بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. احنا متعودين نطيب كل سنه في رمضان. معظمنا مع بعض من ابتدائي ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه. فالحقيقه المجموعه كلها مش بس اخوه وزمايل، لا احنا كمان اكتر من كده يعني. فالنهارده كمان معانا شرف لينا ان الدكتور مجدي اخ وعزيز وحاجه مشرفه لينا ولمصر والعالم العربي كله الحقيقه. فاحنا سعداء جدا ان اليوم ده يجي بهذا المناسب. كل سنه دكتور طارق منور الدنيا. السلام عليكم. مجدي البهي جون طنطا القديم. طبعا ماشي ماشي 21 سنه الحمد لله. الواحد الحقيقه بيبقى سعيد قوي قوي في اليوم ده. احنا الحمد لله بنكرره كل سنه. وانا النهارده طبعا سعيد جدا عشان اخويا طارق النهارده اتم عامه ال40. تمام كده. طارق بالمناسبه صديق وزميل دكه من اولى ابتدائي الحقيقه يعني. والحقيقه الواحد بيبقى سعيد جدا جدا في اليوم اللي بيشوف الصحبه الجميله والصحبه الحلوه دي. العادات الرمضانيه الجميله دي. النهارده بقى كمان الدكتور مجدي ده اخونا الكبير واللي مشرفنا دايما كل ما نروح لحته اقول لك دكتور مجدي صاحبي بتباهى. هو فخر بجد. فخر للطنطاويه وفخر للناس كلها. وراجل عظيم وراجل جميل وربنا يوفقه في حياته وربنا يوفق الجميع. وكل سنه وانتم طيبين جميعا يا رب. شكرا شكرا. ما تقلش من زيارتك لطنطا. لا والله والله هنحاول نيجي يا دكتور. هنيجي يا دكتور والله نيجي. بنشرف
اشرف ان احنا دايما معاكم والله. نايسكم النهارده كابتن احمد شوبير. احمد شوبير حبيبي والله. انا قلت للدكتور مجدي على فكره اهو 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 قلت له يا دكتور عايزين نجيب معانا قايل له والله قايل لك في التليفون قلت لك في التليفون نجيب الكابتن احمد معانا وبتاع. الوقت تقريبا ما اسعفناش وظروفه طبعا بتبقى خارج عن الاراضي شويه. كل سنه والكابتن احمد شوبير طيب وكلكم طيبين وكلنا طيبين يا رب. شكرا. سامع عبد المنعم كل سنه وانتم طيبين جميعا. طيب مناسبات جميله رمضان عيد ميلاد الاستاذ طارق. قرب المايك بس بعدين. دكتور مجدي معانا الدكتور ايهاب معانا ده شرف كبير لينا جميعا. ربنا الصحبه الحلوه الجميع وكل سنه وانتم طيبين جميعا. كل سنه وانتم طيبين وبخير. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. ناصر سنبل صاحب طارق خليفه من بس الواحد الاول عشان هو عيد ميلاد العريس النهارده اللي تم 18 سنه تمام كده حلوه ولا ايه؟ دكتور مجدي بقى ده اخونا الكبير اللي تم 60 قبلينا كل سنه طيبين وربنا ما يحرمناش منكم ابدا يا رب يا رب وحضرتك دايما تبقى مشرفنا والدكتور مجدي على دماغنا من فوق دايما كل سنه طيبين جميعا. مهندس احمد ربيع بقى يا اهلا وسهلا دكتور المجموعه كل سنه وانتم طيبين وبنهني الدكتور مجدي اللي مشرفنا في كل مكان وبنهني اخونا طارق خليفه بانه كمل 33 سنه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه طيبين عاده ما انقطع ابدا. لكن انا برضو قبل ما اختم لقائنا النهارده الحاج طارق عيد ميلاده دكتور مجدي استعاد مصر كره السله. هنشوف تحدي ما بين الاثنين ومين اللي هيجيب بس كل واحد ليه ثلاث لعبات نشوف بعد الانسان وانت طيب. لا انت الاول لا انت الاول انت كبير سلم حضرتك انا الصغير اتفضل ادي الكوره كمان اهوت يلا ما شفنا حلقتنا النهارده من ملعب البلد. بشكر دكتور مجدي ابو فريخه 1-0 حاج طارق عشان عيد ميلاده انا عارف وعيد ميلاد احنا عملنا عيد ميلاد احنا الاثنين دايما. كل سنه وحضراتكم جميعا طيبين. غدا ان شاء الله عندنا حلقه برضو من مدينه طنطا مع نجوم كره القدم هنشوف فيها حاجات جميله جدا وذكريات رائعه حتى نلتقيكم في حلقه اخرى قادمه. دمتم في امان الله. الى اللقاء. كل سنه وحضراتكم طيبين.